جدا من الناس يعني عندي ان هو ان انا اقول لكم، وعارف طبعا اللي هو طبعا منظر غريب اول مره تشوفني كده، ولكن بعد محايلات كتيره جدا جدا من الناس يعني عندي ان هو ان انا اقول لكم ازاي اعمل شعري كيرلي زي ما بتشوفوه كده في الفيديوهات وكده يعني، فانا دي هخلي كده يعني موجوده كده عندي على الاكونت بتاعت الانستجرام يعني، حاجه كده تشوفها كده على طول. طبعا لازم طبعا تعمل سبسكرايب وانت بتتفرج عليها الكلام ده يعني، وفولو على الانستجرام يعني. وتعالوا اقول لكم ازاي بعمل شعري كيرلي. طبعا اول حاجه طبعا بغسل طبعا شعري، بعمل طبعا حمام كريم بقى، شوف انت عايز تعمل بقى حمام كريم، عايز تغسله، عايز تعمل انت عايزه يعني براحتك. وبعد كده بتنشفه جامد جدا جدا، انا شفت بالفوطه عادي جدا جدا، ولكن برده كتاكيدا هنشفه بالاستشوار ده. وانا عملت طبعا حلقه برده ازاي تحلق في البيت والكلام ده، وازاي تعمل استشوار والكلام ده، برده هتلاقيها على اليوتيوب، هسيب لك برده اللينك بتاعها مش عارف اي حته يعني، بس هتشوفها يعني. وتعالوا الاول ننشف شعرنا بالاستشوار. وطبعا حابب طبعا اقول ان انت بتنشف شعرك بالاستشوار بالسائع مش بالسخن، ما توديناش في داهيه، سائع مش سخن. طيب جينا نشفته، الاستشوار كان هيقع صباح الفل. طيب جينا نشفته بقى في سنه بلل خفيفه خفيفه جدا جدا، وهقوم هستعمل ده. مش عارف هل انتوا بقى شايفينه بالعكس ولا شايفينه بالظبط، انا مش عارف والله العظيم، بس يعني ده حاجه عامل زي اللي هو اللي بعد ما تستشعر كده بتحطه على شعرك، فبيخلي شعرك كده ليه ثبات والكلام ده. بحط انا برده كده ايه حبه صغيره كده برده منه علشان يثبت بعد ما اعمله كيرلي، يبقى الشعرايه ذات نفسها بيبقى شكله عامل كده يعني، الشعرايه ذات نفسها تبقى ثابته مش بعد مثلا يوم ولا بعد مثلا ما بعد شويه مثلا ايه هبط مني والكلام ده لا. وببدا اعمل على شعري كله الحته اللي انا هعمله كيرل يعني، انا بعمل في النص بس، انت ممكن بقى تعمل بقى شعرك كله بقى يمين وشمال وكل حته يعني. وكده المفروض حطيت يعني اللي انا بحطه ده يعني على شعري لحد ما احس ان شعري كله شرب البتاع ده يعني. وطبعا اللي يسألني طبعا اسمه ايه، هو اسمه هارد واكس، دور عليه. بص اي حاجه بتحطها على شعرك بعد ما تستشور عشان تثبت شعرك هاتها، مش لازم ده يعني، في حاجات طبعا اغلى وفي حاجات ارخص، ولكن انا ده اللي مرتاح معاه وده اللي بحس ان بيجيب نتيجه يعني معايا وانا بعمل الاستشوار او وانا بعمل يعني شعر الكيرلي والكلام ده. فوالله عجبك قشطه، تقريبا كان ب 15 جنيه او ب 20 جنيه، ممكن يكون غالي دلوقتي مش عارف، بس يعني ايه ده شكله لو انت عايز تروح تجيبه يعني. وبعد ما تخلص كل ده تقوم بقى جايب لك بقى ايه سفنجه كده جميله زي دي كده، هتلاقيها ب 10 جنيه ب 15 جنيه، يوم ما جالي يا صاحبي اتنصب عليك تبقى ب 20 جنيه ب 25 جنيه، انت كده مغفل يا صاحبي، لان انا جايبها اصلا ب 10 جنيه شكلها كده. طبعا انت عايز تعمل اللفه ذات نفسها كبيره بتجيب اللي هي الاضخم من دي، لكن انا بعمل اللي هي اللفات الصغيره يعني، فبجيب اللي هي الارفع يعني. وبتبدا تلف على خفيف على شعرك كده، طبعا ما تزهقش طبعا خالص، لان الموضوع بياخد وقت، ممكن ياخد معاك ربع ساعه تلت ساعه عادي، وانت اصلا هتبدا اصلا تبص ان شعرك بدا ياخد الويف او اللفه بتاعت الشعرايه ذات نفسها يعني. فبرضو في برضو تركاية برضو مهمة جدا جدا عايز اقولها لكم، دي برضو عرفتها برضو مع الوقت يعني والخبرة والكلام ده، ان انت لو عايز اللفة ذات نفسها كبيرة بتاخد اللفة على اطول يعني، بتاخد اللفة كده، بتاخد اللفة كبيرة. لو انت عايزها رفيعة كده ولفة كده نفسها كده تبقى شكلها اجمد بكتير، بتاخدها على اضيق جدا. فلو انت عايز لفة كبيرة تبقى كده، لو انت عايز لفة صغيرة بتبقى كده يعني. وبتاخد برضو حركات اللي هي دائرية على اتجاه واحد يعني، انت لو هتعمل من اليمين للشمال يبقى شعرك كله من اليمين للشمال، هتاخد بقى جزء جزء كله يمين وشمال، ما ينفعش تعمل هنا يمين وشمال وهنا من الشمال لليمين، لان طبعا هنا طبعا ايدك هتعمل من اليمين من الشمال لليمين، فهتلاقي ان ده عكس وده عكس. فانا حاول تمسك بايد واحده وتعمل شعرك كله، حتى لو هنا مثلا توجعك شويه مثلا عشان ايدك هتكون متذنبه بقى كده يعني، استحمل شويه بس في الاخر هتلاقي نتيجه جامده جدا جدا. فدلوقتي هنفضل نلف كده، واهتم طبعا برضو بالحته برضو اللي قدام لانها بتبقى جامده جدا جدا في التصوير يعني والكلام ده، اللي ورا مش بتبقى باينه قوي يعني، اللي ورا ده برضو بتاخده برضو كده من ورا وتقدمه جدا. وطبعا بعد ربع ساعه تلت ساعه من اللف المتواصل وصلت للنتيجه دي، طبعا هي باينه يعني هي اللفه باينه مش عارف برضو كده هتبان برضو ولا، بس هي كده باينه اكتر يعني، ان هي بدات تاخد شكل الكيرف او شكل الويف يعني، ان هي ملفوفه والكلام ده يعني. وبتبقى انت بقى مع الوقت بقى لما كمان تهدى كمان بقى وده كمان يعني يلزق بقى في الشعر والكلام ده، تبدا بقى تاخد بقى الشكل بقى ده دايما بقى، بتبقى جامده جدا جدا في الصور وبتبقى جامده جدا جدا في حياتك يعني عموما. ودي كانت طريقه عمل الكيرلي. فولو بقى على انستجرام ولايك على الفيسبوك، عايزين نوصل ل 100,000 قبل نهايه السنه،
بيك هنقدر، وعايزين برضه نوصل هنا برضه ل 20,000 قبل نهاية السنة. آه بنحلم والله، والأحلام مش بعيدة يعني. وكالعادة دوس يا كوتش، السلام عليكم.